تعرف فيك محمود ابو زلد من العلاج ما بين. تكلمنا عن سوق الاضاحي في العجول والاسعار عامله ايه؟ على قد يا بيقول الاقبال فيها على قد. ايه السبب؟ السبب خد بالك انت العلف غالي، العليقه غالي، مش عارف فين نمشي. مره يقولوا ب 53 ومره يقولوا ب 55. الاسعار عامله ايه طيب في العجول؟ الكيلو بكام؟ في 53. انا وزن امبارح 53، وزن 3 عجول ب 955 جنيه، 955 كيلو. تطعيني ب 500 ب 50,060 جنيه و 600. ثلاث عجول سعر 53 جنيه. طب الاسعار كام السنه دي؟ الكيلو بكام والصفات كان بكام والفرق يعني؟ السنه اللي فاتت كان ب 60. السنه دي خد بالك انت يبدا من 53 لغايه 55، يعني السنه دي اقل. ومش في ماده ايد عليه، يعني ما فيش اقبال كمان رغم ان السعر نزل. يعني ايه انواع العجول وتنصح المشتري بايه؟ العجل الذاكر ابو 400-450 كيلو. وانواع العجول ايه يعني؟ العجل الخليط ده الاحسن يعني؟ عاد كلته خد بالك انت 90% خليط. محمود عبد الله عياد عضو الغرفه التجاريه. اسمع ليا. كلمنا عن سوق الاضاحي بتاع العجول والاسعار عامله ايه والاقبال عامل ايه؟ والله الاسعار في ركود شويه والجو واقف حبه سنه، ويعني ما فيش سحب زي كل سنه، الجو اهدى من كل سنه. طب الاسعار اغلى السنه دي ولا لا؟ السنه دي اهدى. اقل من السنه اللي فاتت. كام يعني كيلو بكام؟ يعني هو النهارده ماشي في العجل البقري ب 55، في الجمس ب 50. والصفات كان بكام؟ السنه اللي فاتت كان وصل 60 و62. السنه دي اهدى حوالي 50 جنيه 6 جنيه في الكيلو. بالنسبه للجمس وال بالنسبه للبقري والجمس. حضرتك يعني حركه السحب بطيئه شويه. انواع العجول ايه بقى وتنصح الناس اللي بيشتروا ايه يعني؟ يعني اهم حاجه في العجل يكون ايه؟ نشيط وسليم وقدامه كده ما بريلش ما بي نشاطه كويس. العجل يعمل كام الف تقريبا اللي ينفع الضحيه كويسه يعني؟ هو مش النهارده اللي هينفع عجل مش اقل من 400 كيلو. 450 كيلو يعني من 400 ل 450 كده العجل ينفع. اما اللي قال كده بيبقى ضعيف. تعرف فيك؟ المعلم سميره بعد دروس ابو خلاف. اتكلمنا عن الاسعار بقى وانواع الاسعار 100 100. يعني الكيلو بكام مثلا؟ من 55-60. ده في الضاني ولا في الماعز؟ والماعز من 65-70. طب قول لي انواع الضاني ايه وانواع الماعز ايه؟ والله في عسافي وفي بلدي وفي برجي وفي سيناوي. طب واعلى حاجه البلدي. طب قول لي مواصفات البلدي ايه؟ مواصفات كل حاجه انت قلتها ايه؟ يابا هي علفتنا احلى الف. ده البلد. علفتنا البلدي ده احلى الف. طب والباقي الانواع الثانيه تقول عليها؟ الانواع الثانيه ديت جبلاوي صرحه في الجبال. عسافي و صرحه في الجبال. وايه تاني؟ ايه الانواع التانية يعني؟ ايه مواصفات البلد وايه مواصفات العسافي؟ ايوه البلد علفتنا هي احلى علفه برضه. يعني مواصفات يعني الزبون اللي يجي يشتري يعرف انها البلد مش هيسيب العسافي من سكه بلادنا هنا. من سكه لحمته كويسه. ايه من سكه انا شايف مثلا في حاجات مثلا اللي هي بتاعتها صغيره في كبيره. دي بلدي دي غنم بلد. في غنم بلدي في غنم وسيم وفي رحمان. اسعار الضحيه بقى من كام لكام يعني كده مثلا؟ تروح من كام لكام؟ من 2000 وانت طالع. لكام مثلا؟ من 2000 لغايه 5000. طب حركه البيع والشراء بقى؟ البيع والشراء على قد يعني في حركه في الناس في اقبال يعني ولا في اقبال يعني ولا ما في؟ الناس ما حاش فلوس.